الركن السادس من أركان الإيمان. الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. كيف نؤمن بالقضاء والقدر؟ نعم. بقدرنا بالله السنة بالله فرد مامن من دنو. الإيمان بالقضاء والقدر له أربع مراتب، أربع درجات. بالله سبحانه وتعالى والسنة فرد مامن أرات مازنات له درجة. الدرجة الأولى يا مجمّر يا درجة العلم. ما هو العلم؟ ما أن تؤمن أن الله علم كل شيء. لنوطن أن الله سبحانه وتعالى كل يقايد. لا يخفى عليه شيء. كسو عند من أدار مسوّر بطن قيل الثاني الكتابة، أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. خلتني ودرجة بمتعفو الله سبحانه وتعالى كلام عزتال اندتف استوم الكامة مكانا ونوهلا اندتعف ما من اللبن. الثالث المشيئة، نقول نحن بإذن الله بعد الدرس نصلي صلاة المغرب، شاء الله أن نصلي صلاة المغرب صلينا، شاء الله أن لا نصلي والله لا يمكن أن نصلي، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صوتنيا بالله فكر مكنا ورنا الله فكر كالونا كل من أجر تمغري أو صلاة درسل الله شتوت كونا كال شاقن أندرسل. الرابع الخلق. ما معنى الخلق؟ أنت مخلوق وأعمالك كذلك مخلوقة. أردتنيا ودمو ما سجنيتو بذيهم لنا منه إيهم تقدروا كاتكال. ماذا أصنع؟ من دنو مفتروا مالت من دنو مسروا. أؤمن بهذه المراتب الأربعة بأنذي أردت وتشين أكنا أموال تنسنا منه يقدر مالت. أحسن الظن في الله سبحانه وتعالى بأن الله سبحانه وتعالى اختارني بأن أكون من أهل الجنة لا من أهل النار. لنا منه الله سبحانه وتعالى مطلنا لن يجن السوج لنهر ومرتنا البنلا لنا منه يساس لنا. وأعمل بهذا بعمل أهل السعادة ولا أعمل بعمل أهل الشقاء، نسأل العافية والسلامة. إذا وين يدلن وتنسر على نسر عنه وين يمتو يا دلن وتنسر عن سر عنه الله يطبق عننا. وأدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجعلني من أهل الجنة ولا يجعلني من أهل النار. الله عندمو طبقا بلان لنلمنا الله لنلمنوا يا جنة سرا كم يسروت اندي ادرغن اندي طبقنا دمو يا جهنم سرا كم يسروت. ايمان ما منو وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى بالله طرطر الطريق لنورننوا وعمل اذا مسراتنا وخوف مسرات لنورننوا ودعاء دعاء من النارنا. بعض الناس هدانا الله اياه كافي والسواج الله طرو من قديم راتونا يشرب الخمر لا يتطال وتقول له اتق الله كيف تشرب الخمر وانت مسلم انت مسلم له انديت عسكري تتطال لسيلوت يقول لو شاء الله ما شربت الخمر الله بيشعو نروع لتطام ربنا بلو بقدر يا معنى انما اشرب بقضاء الله هذا امر كتب الله سبحانه وتعالى عليه متطاو قوبا الله قدرنو الله تفبنيا بلو بقدر ويشكراكرا ماذا تصنع مع هذا اندزي هالو تمواجهش غارا من دنو مرسل تضرب حتى يغمى عليه فما توالى فين تستنوه اندرس فاذا افاق يا دقنا يا انسران رانا يتملس كده وقال لماذا تضرب لا منه مثل ما تعين بلا سيله تقول كتب الله أن أضربك ماذا أصنع الله أنت عندما تعطف والدين وبلا من بلو اقتنع تبقى كذي كبكو اتركه توه تمد لم يقتنع تعال تبقى ايه تعال بكو تضرب الثانية واتنيا بكو حتى يغمى علي عون فين تستني بلادي لا تضرب أحد عندي صوت تا نحن نقول هذا الكلام حتى تفهم أنه لابد المرء يختار طريق السعادة طريق النبي صلى الله عليه وسلم طريق السلف يا سلف وچين من قد يا نبي ياتشين من قد لمرت قبال جاهم بثمتهم لما استمع لها أنه جنب وچين لماذا تختار طريق الضلال لمن دنو يتميت من قد أمت مرت رفع سارق إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه
عند لبا ودع عمر بن الخطاب تكسو قربا رضي الله عنه يومين وتعالى فأمر عمر رضي الله عنه بالشرع أن تقطع يده عمر بن الخطاب اجند قرط عزز اعترض هذا السارق على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إيه لبا بعمر بن الخطاب لا يتقاوم قربا وقال يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقضاء الله أنت يا مؤمن وتعزاج نكو يسرقه با الله أسانينا وفرد ربينا أتلومني على شيء كتب الله عليه كتب الله أن يسرق الله اندسك بوسنا بلعين ينتوق سنيا له بلو تقاومات قال له عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب بلوالو ونحن كتب الله أن نقطع يدك ماذا نصنع هذا أمر كتبه الله إنهم يريبان الجند أنك ورطة الله تفب النال عندي تلنا لهلنك ورطة وصنا وبهجال كيف تلومن على شيء كتبه الله الله بوصنا وبقدر عندي تعانت الجهد بمقرة تفرد لماذا في الدنيا تختار أعلى الوظائف وأحسن الأشياء وفي الآخرة لا تختار هذا لماذا لمنه بالدنيا للدنيا إهنيون ستمرت لآخرة يعني يا المرة لمن دينه